بمجرد ان هو نزل صورته وهو بيصلي الدنيا قامت وما عادتش. مستشار مرتضى منصور، الناس عايزة ايه؟ انا بجد والله العظيم مش عارف. والموضوع التاني اللي هنتكلم فيه النهاردة مع حضراتكم مشكلة كبيرة بيعاني منها كارتيرون، هنعرف مع بعض ايه هي المشكلة وهنفكر مع بعض في طريقة حلها ازاي. وعشان تعرف الموضوعين دول خليكم معنا. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم اصدقائي مشاهدي ومتابعي برنامج بعد الماتش. النهارده احنا معاكم في حلقه جديده، بس في البدايه لو انت زملكاوي وبتحب دايما تتابع اخبار نادي الزمالك وتحليلات مباريات نادي الزمالك فاكيد هيسعدنا اشتراكك معنا في القناه. ولو انت بالفعل مشترك بس مش مفعل زر الجرس، فعل زر الجرس عشان دايما الفيديوهات الجديده توصل لك باستمرار. وفي نهايه الفيديو لو الفيديو عجبك اكيد هتدعمنا بلايك للفيديو. في البداية ان شاء الله بإذن الله هنكون مع حضراتكم بكرة بعد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي، المباراة بقى اللي هي هتبقى بعد عودة الدوري ان شاء الله بإذن الله على ملعب برج العرب. المباراة هتبقى الساعة 8 مساء، واحنا هنطلع معاكم كده يعني بالتقريب على الساعة 11 بعد الماتش، بعد مباراة الزمالك والمصري بإذن الله، عشان بقى نتكلم في الملخص بتاع المباراة والتحليل وندردش مع بعض في ايه اللي حصل في احداث المباراة. موضوعنا الاولاني اللي هنتكلم فيه مع حضراتكم، المستشار مرتضى منصور نزلت له صوره على صفحه نادي الزمالك. الصوره دي والراجل بيفتتح المسجد الجديد بتاع نادي الزمالك. الراجل مشكورا سمى المسجد باسم الدكتور محمد مشالي رحمه الله عليه، طبيب الغلابه. الناس تسكت؟ لا ما تسكتش، تريقه وهجوم عشان الراجل اتصور صوره وهو بيصلي في المسجد ولابس الكمامه وحاطط المصليه وبيصلي في المسجد. فالدنيا قامت وما عادتش، ليه وليه الراجل بيتصور؟ وبدل التريقه دي طب ما تشكر الراجل اللي هو عمل مسجد يعني جميل لاعضاء نادي الزمالك. طب انت يا سيدي مش عضو، اشكر الراجل ان هو سمى المسجد على اسم الدكتور محمد مشالي وكرم الراجل اللي احنا كلنا زعلنا لوفاته واللي احنا كلنا كنا متعاطفين معاه. يعني افرح ان ناديك نادي فعلا محترم ونادي فعلا بيقدر الناس اللي هم بيخدموا الغلابة وبيخلوا العمل بتاعهم للغلابة، فافرح بناديك وقول له متشكرين ان انت عملت لفتة كويسة ولفتة فعلا هتتحط باسم نادي الزمالك وهيبقى في مسجد جوه نادي الزمالك باسم الدكتور محمد مشالي كنوع من انواع التكريم للراجل رحمة الله عليه. انما لا، تريقة 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 من جمهور المنافس. طب انا بسأل سؤال، طب بدل ما تتريق ما تروح تشوف ناديك اللي ما عملش كده، اللي حتى ما طلعش برقية عزة بيعزي فيها الدكتور محمد مشالي رحمة الله عليه. انما لا، احنا نتريق على الراجل اللي عمل حاجة كويسة، نسيب العمل الكويس ونسيب ان الراجل عمل مسجد كويس للاعضاء وانه كمان اطلق اسم الدكتور محمد مشالي تكريما لذكر هذا الرجل المحترم اللي هيفضل في ذاكرتنا جميعا. لا، احنا نتريق على الراجل بس، انما نشكره على هذا العمل اللي هو فعلا هيتحط في اسم نادي الزمالك لا ما نشكروش، احنا نطلع نتريق وخلاص. حاجة يعني بجد الاعلام والصفحات التواصل الاجتماعي بقت حاجة يعني مقززة. ده الموضوع الاولاني اللي احنا كنا بنتكلم فيه مع حضراتكم. كل الشكر للمستشار مرتضى منصور، ولو انت هتقول علينا ان احنا بنطبل هنسيب لك الفوق في اللينك بتاع في علامة الاي الحلقة بتاعت نادي الزمالك وزعلنا على قناة نادي الزمالك عشان ما تقولش ان احنا بنطبل، عشان تبقى متأكد فعلا ان احنا بنقول حق ربنا وبنهاجم المستشار مرتضى منصور وبننتقده لما بيكون فيه نقد وبنشكره لما بيكون فيه شكر، لان احنا ناس طبيعيين ما عندناش مرض. ده الموضوع الاولاني اللي كنا عاوزين نتكلم فيه مع حضراتكم. تعالوا بقى يلا بينا نشوف المشكلة اللي كارتيرون بيواجهها في مباراة المصري، خليكم معانا. مشكلة حقيقية بيواجهها كارتيرون في مباراة المصري بكرة. المشكلة دي ان في لعيبة مهمة جدا ومؤثرة غايبين عن مباراة المصري، غايبين لأسباب مختلفة ما بين الإيقافات وما بين الإصابات. شيكابالا وإمام عاشور إيقافات بسبب المشكلة والأحداث بتاعة ماتش السوبر، وعندك طارق حامد إصابة، محمود عبد العزيز زيزو إصابة من زمان،
عندك أوباما إصابة، عندك بقى بين شرقي وأنجم لسه واصلين النهاردة وعدم جاهزية، ولسه هيعملوا مساحات كورونا مرة وبعد كده يقعدوا 48 ساعة عشان النتيجة تطلع وبعد كده يعملوا مساحات تانية. فانت بنسبة كبيرة أنجم وبين شرقي اللي هم وصلوا النهاردة مش هيكونوا موجودين معاك، سواء مباراة بكرة بتاعة المصري أو حتى المباراة بتاعة يوم الاثنين بتاعة الاتحاد السكندري. المشكلة دي بتواجه كارتيرون في مباراة المصري، تتحل ازاي؟ تعالوا بقى نفكر مع بعض تتحل ازاي، ونفكر مع بعض في التشكيل الامثل بكرة اللي هيبدأ بيه نادي الزمالك عشان يعدي من عقبة مهمة جدا، عقبة نادي المصري. اي نعم كل جمهور الزمالك تركيزه على دوري ابطال افريقيا وانا معاكم في كده، بس برضو مش عاوزين بالبلدي كده نرمي الفوطة بدري، مش عاوزين في 15 بونت ما بينك وما بين الاهلي، بس برضو انت ما تعرفش الدنيا فيها ايه ولسه في دور كامل، موضوع محير وموضوع صعب انك تنافس على الدوري وتحاول في الدوري من اول وجديد وفي نفس الوقت عندك دوري ابطال افريقيا. بس انا لو خيروني لو انا مكان كارتيرون هركز على دوري ابطال افريقيا اللي هو في ايدي، وان شاء الله 3 مباريات وتوج بالبطولة باذن الله واخش كاس العالم للاندية، ولا الدوري هيتعوض، انما دوري ابطال افريقيا الشامبيونز ليج مش هيتعوض. تعالوا بقى نفكر كارتيرون بكره ممكن يبدا الماتش ازاي. هيبدا كارتيرون بكره بمحمد ابو جبل في حراسة المرمى لانه هو الراجل مثبت التشكيل وما بيغيرش. هيبدا بمحمود علاء والونش، هيلعب في اليمين هيلعب بحازم امام، وهيلعب في الشمال بمحمد عبد الشافي. هيلعب باتنين اللي هم الارتكاز بقى او الديفندرز، طارق حامد طبعا غايب، فهيلعب بمحمد حسن مكان طارق حامد، وهيلعب جنبه فرجاني ساسي، فهيبقى حسن وفرجاني ساسي هم اللي هيكونوا موجودين في نص الملعب. محمد حسن ممكن يقوم بدور طارق حامد، طبعا طارق حامد مفيش حد في مصر يعوضه عشان نتكلم بصراحة، وبعد طارق حامد في مصر في دونجا وعمر السولية، بس بعد طارق حامد بشوية كتير كمان. فمحمد حسن مش هو طارق حامد، بس في نفس الوقت محمد حسن في المباريات الودية زي ما انا قلتها قبل كده عاوز وجعان ونفسه يثبت نفسه، فمحمد حسن بكرة يبقى متواجد جنب فرجاني ساسي. في الهجوم بقى انا مش هتكلم على الثلاثة دول دلوقتي لان هم دول اللي فيهم المشكلة وفيهم اللعب. في الهجوم بنسبة كبيرة هيبقى عندك مصطفى محمد، لو مصطفى محمد ان شاء الله جاهز فيبقى هو مصطفى محمد. التلاتة بقى اللي هم المشكلة دول، التلاتة دول مش موجودين، كان بيلعب لك في اليمين ونجم، وفي الشمال بيلعب بن شرقي، وفي النص بقى البلاي ميكر كان بيلعب اوباما، وزيزو كان ساعات بينزل الشوط التاني. طيب التلاتة دول مش موجودين، عندك بن شرقي وعندك أنجم مش موجودين وعندك أوباما اللي هو البلاي ميكر بتاعك مش موجود، هتتحل ازاي يا عم كارتيرون؟ تعالوا بقى نفكر مع بعض وانا هقول لكم هتتحل ازاي. هي حاجة من الاتنين وربنا يستر بكرة وكارتيرون ما يكسفنيش ويطلع بحاجة تالتة. هيعمل بكرة ايه كارتيرون؟ كارتيرون هيلعب بطرفين، الطرفين دول اللي هم مصطفى فتحي واسلام جابر. اسلام جابر لعب في المباريات الودية طرف يمين، اسلام جابر من لعيب جوكر شوية، ممكن كارتيرون يجيبه في الشمال وهيلعب باليمين بمصطفى فتحي اللي هو الراجل اللي راجع وكان جايب جون في المباريات الودية والكلام ده كله. وهيلعب بقى البلاي ميكر بتاع الزمالك بكرة احمد سيد زيزو اللي هو برضو اللعيب الجوكر اللي يقدر يتحرك ويلعب في اكتر من مركز. ده تخيلي بكرة لو كارتيرون استقر على 4-2-3-1، لو استقر على نفس طريقة اللعب الرقمية دي اعتقد ان التشكيلة مش هتخرج عن كده، مصطفى فتحي في اليمين وفي الشمال هيبقى اسلام جابر، وفي النص احمد سيد زيزو اللي هو بقى بياخد الكرة بينطلق وبيتحرك، وقدام مصطفى محمد واللي هيقوم بدور الديفندر مكان طارق حامد هيبقى محمد حسن. ده التوقع الاولاني اللي انا بفضله. التوقع التاني عندي ان كارتيرون بقى يلعب 4-4-2 صريحة باتنين مهاجمين، ودي هتعمل مشكلة للزمالك عشان خاطر اللعيبة مش متعودة على الطريقة دي. لعبتها في ماتش في المباريات الودية، بس طبعا لعبت الزمالك مش حافظة الطريقة، فانت لازم تحفظها لهم ولازم تقعد فترة كبيرة عشان اللعيبة تشرب الطريقة، وبالاخص اللعيب المصري بتاعنا. فلو كارتيرون بكرة لعب 4-4-2 اعتقد التشكيل هيبقى كالتالي، هيطلع بقى قدام هيبقى فيه اتنين مهاجمين اللي هم هيكونوا أسامة فيصل ومصطفى محمد، أو كاسونجو ومصطفى محمد، بس أنا أعتقد هيدي أسامة فيصل لأنه هو كان ماشي كويس في المباريات الودية.
فيبقوا اتنين مهاجمين. فهنبدأ لكم بقى التشكيل من تحت تاني. هيبقى محمد ابو جبل في حراسة المرمى، محمود علاء والونش اتنين مساكين، على اليمين حازم امام، وعلى الشمال عبد الشافي. اتنين ديفندرز هيبقى محمد حسن وفرجاني ساسي، الاتنين الارتكاز. هيبقى اسلام جابر هيبقى موجود في اليمين طرف يمين زي ما لعب في المباريات الودية، واحمد سيد زيزو زي ما لعب في المباريات الودية هيبقى طرف شمال. وقدام هيبقوا اتنين مهاجمين سترايكر، هيبقوا اسامة فيصل ومصطفى محمد. انا مش بحبذ الطريقة دي، بحبذ الطريقة الاولانية. اعتقد ان كارترون، انا بفكر معاكم بصوت عالي، اعتقد ان مش هتخرج عن الموضوع ده. لو ليكم ملاحظات او ليكم تعليقات او حتى عندكم افكار ياريت تسيبوها لنا في الكومنتات. احنا خلصنا حلقتنا، هنتقابل ان شاء الله بكرة بعد الماتش، بعد مباراة الزمالك والمصري بإذن الله، وإن شاء الله يكون الزمالك كسبان وياخد أول 3 نقط بعد كورونا. وصلنا لنهاية الحلقة، وفي النهاية لو أنت زملكاوي وبتحب دايما تتابع أخبار نادي الزمالك وتحليلات مباراة نادي الزمالك، هيسعدنا أكيد اشتراكك معنا في القناة. ولو مشترك ومش مفعل زر الجرس، اتأكد من تفعيل زر الجرس عشان توصلك دايما الفيديوهات الجديدة بإشعاراتها بشكل مستمر. وفي نهاية الفيديو، لو الفيديو عجبك أكيد هتدعمنا بلايك للفيديو. أشوفكم على خير إن شاء الله بإذن الله، والسلام عليكم.